مستمرين معاك من داخل الخيمة الانتخابية ومعي مدير المقر الأستاذ خالد مرسي. يطمنا على الكثافات اللي بدأت تتوافد بكثرة جدا. أستاذ خالد بقول لك أهلا بيك على شاشة قناة الأهلي وتحياتي للكابتن إيهاب الخطيب لحضرتك. طمنا بقى، الخيمة ما شاء الله مدخل كبير جدا الدخول، مدخل كبير جدا الخروج، الخيمة كبرتوها عن فترة الانتخابات السابقة، مراقبة بالكاميرات، تكييفات، مراوح، بجد شابوه للجهاز التنفيذي للنادي الاهلي. الحمد لله واهلا بيك واهلا بكابتن ايهاب. وزي ما وعدنا الاعضاء الحمد لله بناء على توجيهات مجلس الاداره وتوجيهات السيد المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، نحن اصرينا ان احنا نعمل الوسع ده في الخيمه. زي ما حضراتكم شايفين المدخل احنا عاملينه 7 متر وشويه بدون اي عوائق للعضو، العضو بيجي يا فندم، وعاملين باركينج بره في 3 اماكن عندنا، التحرير والاوبرا ومركز المحافظه وفري يا فندم، ركنت فري، ما احنا كلنا ركننا فري. ويجي العضو ويجي هيلاقي الباص مستنيه يجيبه لغايه باب النادي، وهو مروح نفس الكلام ياخد عربيته بكل ارتاحيه الحمد لله. وزي ما انتم شايفين الاعداد الحمد لله، والساده القضاة بيراقبوا الانتخابات، التصويت على اللائحه، وزي ما قلنا وكابتن الخطيب قال وكررها ان عضو النادي الاهلي هو اللي بيحط دستوره، هو اللي بيحط لائحته. الحمد لله الحمد لله، ولسه ان شاء الله في صلاه جمعه نصلي هنا في مكاننا. وزي ما انت شايف انا عندي 136 لجنه ب 136 مقرر قاعد موظف من الجهه الاداريه، في مراقبه كامله، المكان متراقب من الكاميرات ان شاء الله بامر الله زي ما احنا تمنينا، وزي ما احنا ان شاء الله راعينا ان يبقى في ارتاحيه كامله للعضو. اعتقد ان العضو بيخش بكل سهوله ويسر، وفعلا زي ما سياده العميد محمد مرجان قال 7 دقائق ممكن تكون بتقل عن 7 دقائق يا فندم. فعلا انا شايف اقل يا فندم. العضو بيخش من بره بيقابلوه الشباب بيقولوا له احنا انت عضوتك انت اللجنه بتاعتك رقم كام، بيخش بكل سهوله ويسر. المكان بتاعه هو مكان واحد، ما بياخدش كارت من مكان وبيحط مكانه، هو بيخش على نفس اللجنه بياخد الكارت بتاعه يقول صوته ايا كان صوته اه او لا، يحطه في البوكس اللي متحدد، وبيطلع من عندي 3 ابواب للخروج. انا عندي باب دخول 7 متر هنا على يميننا، وفي قدام في مكانين للخروج للطوارئ، وفي مكان رئيسي هنا برضو كبير جدا للخروج. ان شاء الله نتمنى ان اليوم يعدي على خير، والنادي الاهلي يكتب تاريخ جديد، وطول عمر الاهلي بيكتب تاريخ جديد على جميع الانديه، ان يبقى النادي الاهلي اعضائه حطوا دستوره اللي هيقعد ان شاء الله